السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. تواصل السلطات الإيرانية القمعية سلسلة اعتقالات ظالمة بحق المحتجين الغاضبين ضد نظام الملالي لإخماد الحراك والثورة الشعبية في شوارع وميادين المحافظات والمدن الإيرانية، منها اعتقال أئمة من أهل السنة الأكراد والعشرات من الشباب النشطين في بلوشستان وكردستان وفي غيرها. ولدت تلك الحملات القمعية حالة ثأرية ضد نظام الملالي. فقد أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة بلوشستان العميد محمد قنبري مقتل ضابطي أمن إيرانيين في هجوم مسلح وقع فجر اليوم. أوضح العميد قنبري في حديث لمراسل وكالة إرنا، قام مسلحون في الساعة الثانية من فجر اليوم بتنفيذ هجوم على دورية لقوى الأمن الداخلي المكلفة بحماية الأمن عند مدخل مدينة بامبور في محافظة بلوشستان، ما أدى إلى مقتل ضابطين، أحدهما برتبة رائد والثاني ملازم ثالث وبإصابة رقيب. إذن مشاهدينا الكرام، حول المشهد في إيران ضد نظام الملالي نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد محمود بشاري الكعبي، الأمين العام الأسبق للجبهة العربية لتحرير الأحواز. سيد الكعبي، تحية لك. أهلا وسهلا سيدي الفاضل، تحياتي لحضرتك ولكافة الكادر وإخوان المشاهدين الأعزاء. تحية لك سيد الكعبي. في البداية، في أي إطار ترى شراسة النظام في حملات الاعتقال التي لا تنقطع والتي تزداد الحقيقة، وخاصة بحق أئمة أهل السنة من الأكراد، وقد اعتقل النظام 4 مؤخرا من الأئمة؟ إعادة لقراءة التاريخ أعتقد فيها فائدة، وأنا بدي يعني الأخ الأستاذ المبجل السيد جوزيف بوريل شوية مثل ما نقول صحح له بعض الشغلات أو ساعده في بعض الوثائق اللي نمتلكها والحياة اللي عشناها منذ 1979 لهذه المرحلة، حتى إذا يتمكن يعني كل هذه خليها، هل هي تستحق بأن هذا النظام يعيش؟ يستحق هذا النظام أن يكون دولة في مجلس الأمن وفي المؤسسات الدولية وفي المنظمات الإنسانية؟ أبدأ بس بال 79 عندما وصل هذا النظام، كان واعد بأنه يعطي كل ذي حق حقه إلى آخره، وارتكب على السريع، راح أقولها ما راح يعني مثل ما نقول بالتفاصيل، ارتكب جرائم يندى لها جبيل الإنسانية. الإعدامات كانت بالجملة مجزرة كبيرة في دولة الأحواز، مجزرة كبيرة في كردستان، مجزرة كبيرة كانت في أذربيجان وإخواننا البلوش إلى آخر المطاف، حتى حرب العراقية الإيرانية ثمان سنوات، القتلى صارت لم يكن بالملايين بالمئات الآلاف، حتى تدخل في الشؤون الداخلية بناء ميليشيات مثل حزب الله والميليشيات العراقية واليمن وإلى آخره، ثم المجزرة اللي صارت في لبنان 82 إلى إيد بيها كبيرة جدا مع حليفه نبيه بري وحركة أمل. كل هذه الجرائم ارتكبها، بالإضافة إلى كانت حجاجة عندما يذهبون إلى بيت الله ومسجد نبي الكريم أن يكونون يعني يتعدون القدسية لهذا المكان المقدس، بالإضافة ذلك كل هذه الجرائم اللي ارتكبها السيد جوزيف بوريل يقول لم يكن بأن هنالك مادة قانونية حتى نضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. هذه نقطة، يعني الواقع من المضحك بأن دول بهذا المستوى أن لا يجدون لهذا النظام. النظام ادعى بأن عنده خمس عواصم، نعم خمس عواصم، من دولة الأحواز إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان، تحت تصرفه حاليا ومحتل، عنده 6 جيوشه موجودة قاعد تتحرك في المنطقة ويهدد الأمن العالمي والاقتصاد، أي حركة تصير بأنه يغلق مضيق هرمز أو باب السلام إلى آخر. كل هذه الجرائم ارتكبها حتى ماكو مادة قانونية. أما في حال الحاضر هذا ليس جديد على هذا النظام سيد الفاضل، نعم يرتكب الجرائم تلو الجرائم، وقبله كانت بعض الإخوان، إحنا ما ندخل بالمذاهب، بعض الإخوان من إخواننا الأكراد عز الدين الحسيني رحمة الله عليه والشيخ محمد طاخر رحمة الله عليه وطالقاني ودكتور شريعة مداري، كل هاي الشخصيات المهمة العلمية وضعهم وفيما بعد عدمهم. نعم هو قاعد يرتكب جرائم وحصار على يعني العلامة المناضل الكبير المولوي
وعدم يعني اعطائه بان يقوم بواجبه الانساني والايماني، هذا هو دليل بانه ارهاب. اما هو حاليا سيد الفاضل فغيروا النظام مالهم حسب معلوماتي المتواضعه في كل المؤسسات والدوائر والوزارات فعلا في ايران، بدأوا يعني في حالة التنقية أو حالة مثل ما أقول وضع اليد على من هو الموالي لنا ومن هو ضدنا. فبدأوا يخلقوا لوبيات سرية من أبناء يعني المؤسسة، مثلا التعليم والتربية أو وزارة الصحة إلى آخره، حتى يرفعون لهم تقارير يوميا عن هاي الناس اللي عندهم ردة فعل وليس شيء آخر، يرتكب جرائم تلو الجرائم، ولكن مع الأسف الشديد لهذه اللحظة لا يرى بأن جهة معينة تقف ضده أو يعني تحدد حركته. حاليا أنا أتحدث مع سيادتك وكان نائب وزير الخارجية يتحدث على سكاي نيوز يقول إحنا اللي يعني مدينا إيدنا للسلم وإحنا ما نتدخل في الشؤون الداخلية، ويعني وكأنه يتحدث وهو رجل في السويد أو النرويج أو أي دولة ديمقراطية في العالم. يعني كل هذه الخزعبلات 44 سنة، كل هذه الجرائم اللي ارتكبها لا نتوقع من هذا النظام يتغير، ولا بد للرأي العام العالمي أن فعلا يعيد حساباته، حيث هذه الجرثومة لا بد تعالج من الجذور ولا نترك له المجال. إذا تركنا المجال له هذه الثورة وهذه يعني مثل ما نقول الشعبية اللي كل يعني الشخصيات كانت دينية أو شخصيات علمانية أو شخصيات سياسية إلى آخره ومهنية، إذا ترك هذا النظام نعم سيرتكب جرائم يندى لها ضمير الإنسان، وبدون أن أحد يردح هذا النظام مستمر بالقمع، مستمر بالإرهاب، مستمر بالتضييق. اليوم مصل الدول الأربعة العواصم الأربعة سيد الفاضل من الناحية الاقتصادية، لبنان اليوم يرسلها، العراق يرسلها، اليمن يرسلها، من هذا كلها الجرائم قاعد يسرق أموال قوت الشعب ويسوي به يعني الدرون أو الطائرات بدون طيار ويبيعها بفلوس، أو يزور عملة عراقية ويسحب بها كل الدولار اللي موجود في أليس هذا إرهابا سيد الفاضل؟ عندما يتمم لأفواه ولا يترك شخصا حتى يتحدث أو يبدي عن رأي هذا لم يكن إرهاب، لأن أنا لا أعرف بأن الدول التي تدعي بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن فعلا فسحوا المجال لهذا النظام الإرهابي الدكتاتوري المجرم. واضح يا أخي للعيان، واضح للشارع لأي إنسان إذا يتابع بأن الحركة اللي يقومون بها هذا النظام، مؤسسات البرة كلها كما ذكرنا أكثر مرة ما لها علاقة بالجانب الدبلوماسي، كلهم منتمين إلى الحرس الثوري. حرس الثوري الواقع حرس لا بد أن، مو بس الحرس، الرأس. يعني إحنا ليش نجي يعني قرامة على شخص معين وهذا ما يتحرك كما ذكرنا مع سيادتك أكثر من مرة؟ لماذا لا تكون الجمهورية الإسلامية أن يضع عليها حصار، مو حصار فقط اقتصادي، حصار يعني ثقافي، حصار سياسي، حصار دبلوماسي إلى آخر المطاف، حتى العالم تتخلص من شر هذا النظام الإرهابي الدكتاتوري. ربما هذا يتطلب قرارا جريئا من المجتمع الدولي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عندها يكون قد ضاق الخناق على النظام تماما وربما يكون مقدمة للسقوط. وهنا السؤال الحقيقي حول